مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نقدم لكم موضوع مهم جدا وهو عن كساح الفراخ. يظهر في أكثر العشاش لطيور البادي فراخ مصابة بالكساح مثل هذا الفرخ. وهي حالات تظهر في بعض العشاش وليس في كل العشاش. نلاحظ الكساح في أرجل هذا الفرخ، ويجب في هذه الحالة أن نعالج الفرخ المصاب بالكساح، ويجب أن يعالج وهو في عمر صغير. ويوجد عدة طرق لمعالجة هذا الفرخ. مثلا نقوم بربط أرجل الفرخ بحبل أو خيط بلاستيكي، ويجب أن نحذر من شد الخيط بقوة حتى لا يؤثر على أرجل الفرخ. ولكن في هذا المقطع سوف أقدم لكم هذه الطريقة، وهي عبارة عن حديدة مصممة لمعالجة الكساح عند الفراخ، وهي تشبه الحجل الذي يركب في أرجل الطيور. هذه الطريقة جيدة وآمنة كثيرا على أرجل الفراخ. الآن سوف نضع الحديد في أرجل الفراخ. ويجب أن نركبها بحذر شديد. يجب الحذر عند تركيب أو إدخال أرجل الفرخ داخل الحديدة. نلاحظ أن أرجل الفرخ مركبة بشكل جيد في داخل الحديدة. الآن نغلقها. وكما تلاحظون الآن أصبحت جاهزة. ونلاحظ أن الفرخ يستطيع أن يحرك أرجله بكل سهولة، وهذه الطريقة تعتبر آمنة أكثر من الخيوط. سوف نعيد الفرخ إلى العش، ويجب أن نتفقد الفرخ باستمرار وهو داخل العش، ويجب أن تركب في أرجل الفرخ لفترة أسبوع إلى أسبوعين حتى تصبح أرجل الفرخ بشكلها الطبيعي. الآن نرجع الفرخ إلى العش هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.